بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مجتمعين عشان نحلف اليمين القانونية التي لا يصح القيد في المحاماة الا بعد القسم به. احنا نعرف من القرآن الحكيم انه اوصانا الا نجعل الله عرضة لأيماننا، ولذلك فحينما يقرر حلف اليمين بسم الله العظيم معنى هذا أننا مقدمون على شيء جلل. لا أحب أن نردد اليمين مجرد ترديد باللسان، ولكن من المهم أن يكون هذا منعكسا مستقرا خالدا في عقولنا وألبابنا وقلوبنا، وأن نعي ونحن نقسم معنى كل كلمة في هذا القسم. أول ما ستسمعوه في القسم وترددوه هو ممارسة أعمال المحاماة بالشرف. كلمة الشرف دي كلمة كبيرة جدا 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 جدا، ما هيش مجرد ترديد باللسان. الشرف ده، الشرف ده هو قوام، هو قيمة الإنسان. بلا شرف يغدو الإنسان وبهائم الأنعام سواء. الشرف هو الذي يميز البنت والسيدة، وهو الذي يميز الشاب والرجل والكهل والشيخ. ما معنى الشرف؟ شرف في الخلق وشرف في السلوك. الخلق لا يمكن يستقيم الخلق إلا إذا كان عماده الشرف. ونحن حينما نتساءل ما هو الشرف، نستطيع أن نعرفه باختصار فيما يتصل برسالتنا في المحاماة أنه الفروسية. الفروسية شرف. الفارس لا يرتكب الصغيرة، كذلك المحامي لا يرتكب الصغيرة. الشرف يوجب على الشريف أن يحترم نفسه، والمحامي والمحامية أول من يحترم نفسه. احترام النفس ما هوش كلمة تقال، احترام النفس ده ينبع عن قيم حقيقية، عن مضمون حقيقي. إذا كانش المضمون موجود يبقى الكلام أضغاص أحلام. الشرف كرامة، هو الإحساس بالكرامة. ولن يكون لأحد منا كرامة إلا إذا اهتم بمضمونه، اهتم بأن يكون على علم، علم بالقانون وعلم بشتى المعارف الإنسانية، لأن القانون لا يصل إلى أسماع المتلقين قضاة كانوا أم جهات تحقيق إلا إذا كان مغموسا مجدولا بالفكر والمعرفة والثقافة. الكرامة هي أن يحافظ المحامي والمحامية على قيمة كل منهما، وأن يشعر من يتعامل معهم أن كل واحد منهم ذو كرامة، وأن هذه الكرامة منبعها الرسالة التي ينهض عليها والعلم
الذي طوى عليه صدره وشمله عقله. كلمة الشرف كلمة كبيرة، وكلمة الفروسية يعني الأخلاق. شرف يعني أخلاق، شرف يعني ترفع، شرف يعني عفة. هذا الشرف وهذه العفة هي التي أعطت لنا في التاريخ، لمن يقرأ التاريخ، درسا عظيما في موقعة صفين. وقد انقسم المسلمون ما بين الإمام علي المبايع بيعة صحيحة كرم الله وجهه، وبين معاوية ابن أبي سفيان الذي تطلع إلى الخلافة بغير حق. وإذ بالفارس الشريف صاحب الحق وصاحب الشرف يخرج من بين الصفوف وينادي على معاوية حقنا لدماء المسلمين، الأمر بيني وبينك، فدع السجال بيننا، ومن يفز يفز، ومن لم يفز يسلم بحق الفائز، ونحقن دماء المسلمين. فمعاوية كان قريبا ويعلم أن ما أحد صارع عليا إلا صرعه كرم الله وجهه، فشاور عمرو بن العاص قال له ما رأيك، عمرو الداهية هو الآخر، قال له لقد أنصفك الرجل. معاوية القريب أدرك أنه يريد عمرو يريد أن يتخلص منه، وهو من يتلوه في المعسكر الذي عسكر فيه، فقال له أخرج أنت فصارعه. أسقط في يد عمرو بن العاص وخرج ليبارز عليا. ومن الجولة الأولى صرعه الإمام ووقع من على فرسه وانكشفت سوءته، ولم يكن أمام الإمام علي تحقيقا للنصر إلا أن يضرب الضربة الأخيرة وينتهي الأمر. ولكن الفارس الشريف الذي كرم الله وجهه وقد انكشفت سوءة الرجل لوى عنان فرسه وانصرف عنه. سنتعرض في أدائنا للمحاماة الانتصارات، وسنتعرض أيضا لإخفاقات. لا يجوز أن نختال عند الانتصار، ولا يجوز أن نشمت، ولا يجوز أيضا أن نتضاعف ونتضاءل وتذهب ريحنا عند الفشل. فالصبر خلق من أخلاق الإيمان، وأخلاق الإيمان شرف. إذن أنت في المحاماة وأنت في المحاماة منتصرا يتعين عليك أن تسلك سلوك الشريف، مخفقا يتعين عليك أيضا أن تسلك السلوك الشريف الصابر الصامد المحتسب. نحن نتحدث كثيرا عن تقاليد المحاماة، عن ملبس المحامي ومسلك المحامي وترفع المحامي واحترام المحامي نفسه، وجزء من هذا الاحترام أن يكون على بينة وعلم
بما يتحدث فيه، يكثر حديثنا عن هذه التقاليد. هذه التقاليد عهدة لدى كل واحد وواحدة منا، هو المسؤول عنها بينه وبين نفسه أولا، لأن كل واحد منا يستطيع أن يتخفى بعيوبه ونقائصه عن عيون الناس. الحرامي يستطيع أن يتخفى بسرقاته عن عيون السلطات وعن عيون الناس. القاتل قد يقتل وهو يتخفى عن عيون الناس وعن عيون السلطات، ولكنه ليس بمستطاع أحد أن يتخفى عن عيون الله وعن عين نفسه، لأنه أدرى بنفسه. ومن أجل هذا كان عباس العقاد يقول: إنني أحرص لنفسي، إننا أحرص على احترامي لنفسي قبل أن أحرص على احترام الناس لي. تأملوا في هذه العبارة، معناها بوضوح لمن يفهم أن احترام النفس لا يمكن أن يكون كذوبا ولا يمكن أن يكون خداعا، فصاحب النفس أدرى بها وأدرى بأنه إذا احترم نفسه حقيقة لا اصطناعا ولا ادعاء فإنه جدير بهذا الاحترام. أما احترام الناس فقد يكون مخدوعين من خداع الناس فيا، ظنهم أني عظيم، ظنهم أني صادق، ظنهم أني عالم. هذه ظنون قد تصدق وقد لا تصدق. ومن أجل هذا هناك أثيرة أخرى لعباس محمود العقاد يقول فيها: إذا أحبك الناس فلا تفرح. تاني: إذا أحبك الناس فلا تفرح، وإذا كرهك الناس فلا تحزن. بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات. بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات. من يكرهك لأنك على الحق، هذه شهادة لك ولك. من أجل هذا كان المتنبي يقول، ده أحد عظيمين في الشعر العربي: إذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني أعظم. الشرف شيء كبير جدا 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 جدا، هو عمدنا وحياتنا في رسالة المحاماة. ومعنا ده مش هيحلف ده على بالك. أنت تقف في ساحة القضاء لتدافع عن عمن وضع مصيره بين يديك. مقتضى الشرف أن تكرس كل ما لديك دفاعا عمن التجأ إليك، وألا يحجمك عن هذا ولا يردك عنه أي مصلحة ولو شخصية. كثيرا ما يكون الأداء تعريضا لحياة المحامي، تعريضا لمصالح المحامي، تعريضا لمصيره، وقد يجلب عليه الغضب وروح الانتقام. ولا ينبئكم مثل خبير، قد عرقت المحاماة
على مدار 61 عاما، وكم تلقيت من طعنات ومن حروب سببها أنني قمت بأداء الأمانة بالشرف والذمة، ولم أحسبها أي حساب شخصي. هل أنا في النهاية خسرت؟ في كلمة للسيد المسيح عليه السلام: لن تربح شيئا إذا كسبت كل الناس وخسرت نفسك. الحديث إليكم لا يشبع منه، وأنا مليء بخواطر أحب أن أنهيها إليكم، ولكن لابد لكل حديث من نهاية، ونحن جميعا مقبلون على أداء اليمين. كانت هذه الكلمة لكي نوقظ أحاسيسنا، كيما نشعر بكل كلمة سوف نقسم بها في صيغة هذا اليمين، وهو أمر عظيم. تفضلوا وقوفا لنحلف هذا اليمين، وأريد أن ترتج القاعة بأصواتكم وبنبضات قلوبكم وأنتم تقسمون هذا اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني لكم، وقد دلفتم إلى عالم المحاماة.